بعد ما وصلوا هنوك راحوا للمصلى وقاموا يحكون هنوك برسالة الله. الناس قبلوا الرسالة برغبة قوية وقاموا يدرسون كتب الأنبياء كل يوم حتى يرشعون كلام بولس تمام لولا، وكثير ناس آمنوا. أعداء بولس بتسالونكي لما عرفون ويبشر الناس بكلمة الله بمدينة بيرية، أسمعتم يا جماعة ايش قاعد يعملون هذوني اللي طردناهم من هوني؟ نحن طردناهم حتى ما يعلموا الناس هوني، وغاحوا البيرية وقاموا يعلمون الناس هنوكه. لازم نخشع حل مع هذولي، أنبار هذولي بتعليمهم غيح يأثرون حتى علينا. يا جماعة أحسن شيء نعمله نروح لهنوكه ونعرض الناس مثل ما عملنا هوني، وبهذا الشيء نهيج الناس ضدهم. الأخوة المؤمنين لما سمعوا بهذا الحكي عينوا بولس حتى يسافر الأثينة مع مجموعة من الغجيل. سيلا وتيموثاوس بقوا هنوك، وبولس لما وصل الأثينة بعث وصي لسيلا وتيموثاوس حتى يلحقون بينه بأسرع وقت. بولس لمن كان يستندغم بأثينا ضايق كثير من غشع المدينة من تليه بالأصنام، فقام يناقش بالمصلى بني يعقوب وغيرهم من اللي يعبدون الله، وبساحة المدينة هم قام يناقش كل واحد يلقينه هنوك. يا ناس أشني هاي الأصنام؟ هاي آلهتنا اللي نعبدها، ماكو إله غير الله. يا ناس اعبدوا الله، انظر هو خالق السماوات والأرض وكل ما بيها. ايه نعم، الله اللي خلقنا واللي لازم نعبده. وأنا أبشركم برسالة عيسى المسيح وطريق الخلاص بيوم القيامة. هاي أول مرة نسمع مثل هكذا حكي. ايش اللي يقول هذا الفساد؟ هذا ينادي بآلهة غريبة أول مرة نسمع بيها. لازم تعرفون أنه ماكو إله غير الله، وماكو طريق بينه نجاة غير طريق المسيح. يا جماعة أحسن شيء ناخذه للمجلس الثقافي وهنوك نفتهم من عنده. يلا يا جماعة. بولس، أنت هسه بالمجلس الثقافي، وبهذا المكان الفلاسفة دائما يتناقشون على الأفكار الجديدة، ونحن غير نعرف منك هاي العقيدة الجديدة اللي تنادي بها. إيه نعم، أمبار نحن سمعنا أفكار غريبة ونغيد نعرف إيشنا معناها. يا أهل أثينا، أنا عاد أغشع أنتم متدينين من كل جهة. أمبار وأنا ماشي بمدينتكم أغشعتوا معابدكم، وحتى لقيته مكتوب على معبد إلى الإله المجهول. وهذا الإله اللي تعبدونه وما تعرفونه أنا غيح أبشركم بينه، هو الله خالق الكون وما بينه، هو رب السماوات والأرض، وما يسكن بمعابد مبنية بالإيد. انبور إيد البشر ما تخدمه، وهو ما بحاجة للبشر، وهو نفسه يطعي لكل الناس الحياة والنفس وكل شيء، وخلق كل أمم البشر من رجال واحد
حتى يعمغون وجه الأرض وقتلهم الأزمنة وحدد الأماكن اللي يسكنون بيها حتى يطلبون ويهتدولوا، مع أنه هو ما بعيد عن كل واحد من عندنا. مبور نحنا بينو نحيا وبينو نتحرك ونعيش، ومثل ما قال واحد من شعرائكم نحنا رعايانو، ومبور الله خالقنا، فلازم ما نظن الإلوهية صنم يصنع الإنسان بفنه وبمهارته من ذهب أو فضة أو حجر. الله سبحانه وتعالى بالماضي غض النظر عن هذا الجهل، لكن هسع هو يأمر كل الناس وبكل مكان أن يتوبون ويعبدونه. أمبور هو حدد يوم يحاسب العالم كلته بالعدل بواسطة الغجال اللي اختاروا، وبرهن لكل الناس أنه اختاروا بإقامته من الموت. هذا شو يحكي؟ وأشنو معنى القيامة؟ أي قيامة؟ وأي حساب يحكي عنه؟ إيه نعم، ومكتوب بالإنجيل غيح يجي يوم الله يحاكم بينه الناس حسب أسرارهم بواسطة المسيح عيسى، ونحن ننجو من غضب الله بواسطة دم المسيح. أمبور نحن كنا أعداء الله، ومع هذا صالحنا بواسطة مسيحه اللي ضحى بحياته من أجلنا. إذن بكل تأكيد نحن غيح ننجو بواسطة قيامته. يا بولس، نحن نريد نسمع منك حول هذا الموضوع مرتلخ. الجيل آمنوا من نمد يونس، وهو عضو بالمجلس الثقافي، ومغى اسمه دامرس، وناس كثير. بعد هذا ترك بولس أثينا وراح المدينة كورنثوس، وقابل هنوك رجال من بني يعقوب اسمه عقيل البنطي ومغته اسمه بركة، وقعد عندهم واشتغل معهم. مبورهيم كانوا بنفس المهنة يصنعون خيم، وكان كل سبت يتناقش مع الناس بالمصلى ويحاول يقنع الناس من بني يعقوب واليونانيين. ولما وصل سيلا وتيموثاوس من مقدونيا، تفرغ بولس للتبشير. يا بولس، انت قطعت خدمتك بتسالونكي بسبب الاضطهادات والمضايقات اللي صارت هنوك. ومثل ما تعرف يا بولس، مدينة تسالونكي مدينة بارزة بولاية مقدونيا، وكل الناس اللي اهتدوا للمسيح او معظمهم اغراب ما يعرفون كثير عن امور الله، وهيم بحاجة للارشاد والتعليم. يا جماعة، انا فكرت بالموضوع وقررت أنه لازم نشجع الناس المؤمنين بكل مكان، ولهذا غيح أكتب رسالة لأهل تسالونكي حتى نعزيهم ونشجعهم لمواجهة الاضطهاد. فأنتم جاهزين أن نكتب الرسالة؟ إيه نعم جاهزين.
تفضل يا بولس. من بولس وسيلا وتيموثاوس خدم المسيح للمؤمنين اللي اهتدوا إلى الله ومولانا عيسى المسيح في تسالونكي. سلام الله عليكم وبركاته لكم. نحن نشكر الله دائما من أجلكم كلتكم، ودائما نذكركم بدعائنا. نبور نحن نذكر في حضرة إلهنا أشون أعمالكم تدل على إيمانكم، وجهادكم يدل على محبتكم، وصبركم يدل على رجائكم وأملكم بعودة سيدنا ومولانا عيسى المسيح. يا أخوتنا أحباء الله، نحن نعرف أنه الله اختاركم اللوة. انبور نحن لما بشغناكم بالإنجيل ما كان هذا الشيء بالكلام وحده بس، لكن بمعجزات من الله وبقوة الروح القدوس وبقناعة تامة عن الحق. وانتم تعرفون أشون تحملنا الضيقات من كنا عندكم، فاقتديتم بالمسيح وبينا وواجهتم ضيقات شديدة، ومع هذا قبلتم الرسالة بفرح نيابة من الروح القدوس، وصغتم مثال حسن لكل المؤمنين باليونان. ونحن لما تركناكم بعد فترة قصيرة بدينا نشتاق لكم، ورغبتنا أن نغشعكم مرت اللخ، ونحن نفرح بيكم قدام الله سبحانه وتعالى. فمن واجبنا أن نقدم شكر لله من أجل كل هذا الفرح اللي فرحنان بيكم. ونحن ندعو الله دائما وبإلحاح ليل ونهار حتى نغشعكم شخصيا ونزودكم بالإيمان والفهم. وأسأل الله أن تزداد المحبة بيناتكم، ولكل الناس تزيد وتفيض بغزارة مثل محبتنا لكم، وأن يثبت قلوبكم بالإيمان حتى تكونون طاهرين بلا عيب أمام الله من يجي سيدنا ومولانا عيسى المسيح. يا أخوتي ادعونا بالخير، وسلموا على كل الأخوة بمحبة مخلصة. وصيكم بالله أن تقرون هاي الرسالة لكل الأخوة. السلام عليكم. بولس من تفرغ للتبشير بكرينثوس كان دائما يشهد البني يعقوب انه عيسى هو المسيح. يا ناس انا تسلمت شيء مهم ولازم اسلمه لكم، وهو انه المسيح مات من اجل ذنوبنا حسب نبوءات الانبياء، واندفن، والله احيانه باليوم الثالث، وظهر البطرس، وبعدين للحواريين الاثناعش، وبعد هذا ظهر لأكثر من 500 شخص مؤمن وكانوا معانا بنفس الوقت، ومعظمهم أحياء لحد الآن. وبعد هذا ظهر اليعقوب والكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا. لهذا أنا أقل الرسل شأنا، وبالحقيقة أنا ما استحق أن أكون واحد من رسل المسيح. انبور أنا اضطهدت المؤمنين اللي هي أحباء الله، لكن الله أنعم علي هسع بهاي الخدمة. انت بأي حق اسكت، حكيك كلته ما بينه معنا. اسكت انت بهذا الحق، انت خالف شريعة موسى. حكينا ما بينه، سكتونه لهذا، ما نغيد نسمع حكينه، طلعونه من هوني. لن
جنبكم على جنبكم، أنا بريء من عدكم. ومن هالساعة وغيح، أنا غيح أغوح على الناس اللي ما من بني يعقوب حتى أبشغم. فطلع من هنوك وغاح البيت رجال متقي اسمه تطاوي، وهو من بني يعقوب، وبيته بجنب المصلى. وهنوك كان واحد من المسؤولين على المصلى اسمه كريسبي وناس من كورنثوس. يا اخوان، رسالة الصليب برأي الهالكين هي غباء، لكن بالنسبة لنا نحن النيجين هي قوة من الله. انبور الله يقول بالكتاب: غيح أبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم العقلاء. انبور بني يعقوب يطلبون معجزات عظيمة تأكد على أنه هاي هي رسالة الله، واليونانيين يبحثون عن حكمة مثل فلسفتهم، لكن نحن نبشغ برسالة المسيح المصلوب. وهذا الشيء معثغل بني يعقوب وغباء بالنسبة للآخرين. وعند الناس اللي اختارهم الله، سواء كانوا بني يعقوب أو غيرهم، فرسالة المسيح هي قدرة الله وحكمته. مسؤول المصلى آمن هو وكل عائلته، وكثير ناس آمنوا واغتسلوا. بيوم من الأيام وبالليل، بولس غشع برؤيته مولانا عيسى. لا تخاف يا بولس، حكي ولا تسكت، أنا معاك وما حد يطيق يأذيك. بورانا لي ناس كثير بهاي المدينة. بولس ظل بهاي المدينة حوالي سنة ونص يعلم الناس كلمة الله، وكتب رسالة ثانية لأهل تسالونكي. وهاي الرسالة تتعلق برجوع السيد المسيح مرتلخ. من بولس وسيلا وتيموثاوس إلى مجموعة المؤمنين بتسالونكي اللي آمنوا بالله وبسيدنا ومولانا المسيح، سلام الله عليكم وبركاته لكم. يا إخوان، نحن نشكر الله من أجلكم دائما، انبور إيمانكم ينمو والمحبة بيناتكم تزداد، حتى نحن نفتخر بكم قدام كل الناس المؤمنين لثباتكم وإيمانكم رغم كل الاضطهادات والضيقات اللي تحملتمها. وهذا الشيء يبين أنه الله عادل في قضائه، وهو يعتبركم أهل المملكته اللي تتألمون من أجله. وبما أنه الله عادل، فاللي ضايقوكم الله غيح يجازيهم بالضيق، وانتم اللي تتألمون غيح يطعيكم راحة ونحنهم. وهذا الشيء غيح يكون من يجي سيدنا ومولانا عيسى المسيح من السماء مع الملائكة الأقوياء وسط ناغ مشتعلي، وغيح يعاقب اللي ما يعرفون الله وما يسمعون رسالة المسيح، وعقابهم هو الهلاك الأبدي. وهذولي غيح يكونون بعيدين عن محضر الله وجلاله. ومن يجي هذاك اليوم
الله غيح يتمجد بعباده الصالحين ويسبحوا كل المؤمنين وانتم من ضمنهم. مبور آمنتم بالرسالة اللي بلغناكم بيها، وهسع يا أخوتي لا تتعبون من عمل الخير، وإذا كان واحد ما يطيع اللي حكيناه بالرسالة فلا تتعاملون معانه حتى يخجل، وأنا ما أقول اعتبرونه عدو لكن ارشدونه كأخ. أسأل الله وهو منبع السلام أن يطعيكم السلام وبكل الظروف، والله معاكم دائما. بولس بعد ما ظل فترة من الوقت بكرينثوس ودع الأخوي وسافر عن طريق البحر لسوريا، وأخذ معانه عقيل وبركة. بعد ما وصل سوريا غاح لمدينة أنطاكيا وظل بيها بعض الوقت. أيبا أش قد تحمل بولس وهو يدعو الناس للإيمان برسالة المسيح، فكان يسافر من مكان لمكان ويتحمل الاضطهاد، وكان يبشغ الناس ويعلمهم كلمة الله بقوة الروح القدوس. ايه فعلا يابا، واكو شيء مهم لازم نعرفه، قوة انتشار الإيمان كانت من الله سبحانه وتعالى. ايه بنتي صحيح، وخلونا هسا نرجع ونخشع بعد ما بقى بأنطاكية اشنو اللي صار هنوك. يابا هذا الشيء غيح نعرفه المرة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. إلى لقاء آخر مع الحواريون.